الهدف الأول. الزمالك يقدم ملحمة كروية رائعة. مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة 14 من الدوري هي مش مجرد مباراة بثلاث نقط، الموضوع أكبر من كده. مباراة القمة هتمثل نقطة الانطلاق الجديدة لموسم طويل وبطولاته كتير، وكالعادة الفارس الأبيض بيدور على البطولات وبس. لكل جواد كبوة، يمكن ده العنوان الرئيسي اللي ممكن نحط فيه حالة الفريق مؤخراً بعد سلسلة النتائج السلبية في الدوري والخروج من الكاس، لكن ده ممكن يكون طبيعي بعد المعجزة الكروية اللي حققها الفريق في الموسم اللي فات واللي قبله، وتحقيق الدوري مرتين على التوالي مع الكاس وسط كل الأزمات اللي كان بيمر بيها الفريق من غياب الاستقرار وإيقاف القيد وظروف كتير كانت صعبة. لكن الفرسان قدروا يحققوا المستحيل ويفوزوا ببطولات تتحفر في تاريخ جدران 100 عقبة، وزي ما كان لقاء القمة في الدور الثاني واللي انتهى بالتعادل بهدفين مقابل هدفين هو نقطة انطلاق الفرسان في الدوري وفي الموسم كله. وبالمناسبة موقف الزمالك ساعتها كان قريب من الموقف الحالي، الفريق كان بيمر برضو بتراجع في النتائج والأداء. لعيبة الزمالك عقدوا أكتر من جلسة بينهم وتعهدوا بينهم وبين بعض إن مباراة الأهلي دي تكون هي الانطلاقة الحقيقية ليهم، وإن اللي حصل السنة اللي فاتت يتكرر من جديد، وانتفاضة الفارس تفضل مستمرة لنهاية الدوري عشان يحققوا التتويج الثالث بالدوري على التوالي. كمان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجتمع باللعيبة في جلسة مهمة لدعم الفريق والجهاز الفني قبل موقعة مباراة الأهلي. طلبات إدارة الزمالك كانت واضحة، التلات نقط من الماتش قبل أي حاجة، فتح صفحة جديدة واعتبار إن مباراة الأهلي هي البداية الحقيقية للفرسان في الدوري واستعادة المنافسة على قمة جدول الترتيب. شعار الزمالك مرسوم على شكل التحدي والمواجهة، قوس وسهم وفارس. مباراة القمة مش مجرد ثلاث نقط، دي انطلاقة جديدة للفارس الأبيض.